ورجعنا لكم مشاهدينا مع فقرة فيتامين، واليوم رح نحكي عن مشاكل العمود الفقري ودور العلاج الطبيعي بالتعامل مع هاي المشاكل وكيف بنقدر احنا نوقي حالنا منه. اليوم معنا اخصائي العلاج الطبيعي حسن جلال. صباح الخير حسن. يا صباح الورد. الله يصبحكم بالورد. اهلا وسهلا فيك. بدايه اهلا بك. العمود الفقري وامراضه بتوقع هي احد امراض العصر، وبقرا شغله هو احد اسباب الرئيسيه بعجز الحركه بالعالم. صحيح طبعا. قديه هو منتشر. كبداية لو بدنا نحكي عن إيش الأسباب المشاكل اللي بتصيب العمود الفقري. تمام. أول شيء صباح الخير، شكرا على استضافة الجميلة. صباح الخير. تشرفنا. خلينا قبل ما نحكي عن الأسباب خلينا نحكي نبذة بسيطة عن العمود الفقري. فضل. إيش هو العمود الفقري؟ العمود الفقري هو بتكون من أربع أجزاء رئيسية، بيبتدي بالفقرات العنقية وبعدين الصدرية. نعم. وبعدين القطنية وآخر إشي بنتهي بالعجزية. في تقوس بكون، التقوس هذا بكون خلقي. خلينا نحكي نيجي على الأسباب بشكل سريع. أول سبب، السبب يعني اللي بيجي بشكل غير مباشر هو عبارة عن نمط الحياة خاطئ. بدنا نيجي نحكي عن طريقة الجلوس، طريقة الجلوس جدا خاطئة، من اللي بنسحسل ومن ما بكون الظهر المسنود. ثاني من الأسباب نمط الحياة، خلينا نحكي عن مثلا طريقة وضع المحفظة في الجيب الخلفي، هاي جدا بتشوفها عادي في المجتمع وما حدا بينتبه لها وما بشوف ما فكر انه هي فعليا بتأثر سلبا لمشاكل ألم أسفل الظهر. نعم. هل هو عبارة إذا حطينا محفظة الجيب، خلينا نحكي بالجيب الخلفية، الحوض نفسه راح يكون فيه امبالانس. نعم. يعني عدم توازن، فبتأثر العمود الفقري. هذا عم نشوف على الهواء وانت عم تحكي 100% صور. صور هي بتوضح انه اذا حطينا محفظة فبصير عدم توازن، بأثر على العمود الفقري. هذا العمود الفقري على المدى البعيد راح يصير فيه تقوس في امراض ثانية مثل الجنف وغيرها. نعم. الوزن الزايد اللي فعليا اغلب المرضى اللي بيجوا من الم اسفل الظهر بيشكوا من وزن زايد، واحنا دائما بالجلسات بننبه لازم تخفف وزنك لحتى نخفف الاسباب هاي. خلينا ننتقل من نمط الحياه، نمط الحياه لسه ما خلص، نمط الحياه خاطئ لسه ما خلصت اسبابه، بس خلينا ننتقل بشكل سريع على بعض السلوكيات الخاطئه اللي فعليا انت بدك تيجي تحل مشكله بتزيد المشكله سوء. على فرض واحد بشكي من ضعف في العضلات الظهر، العضلات اللي بتكون واصلة بين العمود الفقري ولوح الكتف. نعم. صار في عنده مشكلة اسمها دوران بالكتفين، rounded shoulder. فبده يقلب على الفيسبوك ولا على انستغرام، لقى سبونس مشد الأكتاف الطبي. قال له هذا حلي. بنروح بنجيبه بنلبسه، هي شد. بس هو فعليا ما بيعرف انه هو هذا حل المشكلة بطريقة غلط. زادت الأمر سوء. ضعفت العضلات لانه خلص بطل لها شغل بزياده، بيشلح المشد بعد فتره طويله بشوف انه راوند شولدر زاد عنده. هاي من 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 نمط الحياه خلينا نحكي، والاسباب البسيطه، في كثير اسباب ما بدنا نتطرق لها ونحكي طيب عنها. ما في اسباب عضويه وراثيه، بس هي شغلات لها علاقه بالبيئه المحيطه تبعنا. هلا احنا بنحكي عن اسباب، هاي الاسباب بتكون ظهرت بعد الولاده. نعم. يعني في مثلا مشاكل بتكون هاي خلقيه، هاي ما بنحكي عنها ما بنطرق لها، وحتى العلاج الطبيعي بيكون له دور محدود فيها، ما بكون في له الدور الكبير. في مثلا الاصابات الرياضيه، الحوادث السير، هاي اسباب بتكون مثلا يعني خلينا نحكي مباشره وبتبين ايش مشاكل العمود الفقري بعديها. حسن امبارح لسه كنت قاعده انا مع صبيه عندها مشكله بالعمود الفقري. طبعا. فعم تحكي لي ان دكتورتها قالت لها انه ثلاث ارباع الاردن عندهم مشاكل بالعمود الفقري. وانا بحكي لكم يا شغلهم أكثر. كشف عليهم مشكلتهم يا لا 100%. طب ليه جد ثلاث ارباع شعبنا عنده هاي المشاكل؟ تمام. هلا المشاكل للاسف مثلا انا بقعد على المكتب 24 ساعة مثلاً، أو مثلاً كدراسة خلينا نحكي، أو عمل مكتبي لا يقل عن 4 ساعات 5 ساعات متواصلة. أول ما أروح أتوظف مثلاً في الشركة هاي اللي أنا فعلياً بقعد فيها مكتب، ما راح أحس في ألم أسفل الظهر. بعد فترات ببين في مثلاً عندي تشنجات عضلية، بأخذ مرخ عضل بسكن الألم، بفكر أنه هو حل المشكلة، بمشي لقدام بصير مثلاً مرخ العضل نفسه ما يجاوب معي، بروح بنتقل لمشكلة ثانية اللي هي مثلا استقامة في العمود الفقري.
عرفت علي؟ لأنه الواحد سكت على حاله كمان. بالضبط. طب هلأ خطر على بالي سؤاله، أنت عم تحكي عن الشد العضلي، كثير أوقات الواحد من سلوك معين خاطئ بصير عنده شد عضلي. صح. كثرة الشد العضلي ممكن تعمل ديسكات لقدام؟ هلأ كثرة الشد العضلي ممكن تعمل ديسكات في حالة تم التغاضي عنها، تمام؟ إنه ما تم معالجة. بالضبط، لأنه بتأدي بشكل غير مباشر للديسك، بيصير في استقامة في العمود الفقري اللي صار فيه تشنجات العضلية، ومنه بيختلف توزيع الضغط على الديسكات نفسها اللي بتكون بين الفقرات. جميل. مبدئيا أنت كل ما تحكي القاعدة وكيف بتلاقيني عدلت قاعدتي أنا. لاحظت. خايف هيك. أحمد عنده مشاكل بالعمود الفقري فهو كله أذان صامت. 100%. فكل ما تذكرني هيك برجع بقول وين صح. هلا هو المفروض بس هيك للتوضيح زاوية قائمة يعني الشخص يجلس. هلا المفروض إنه يكون حوضه جاي جهة آخر الكنباي. نعم. تمام. وأنا ساند ظهري. تمام. هلأ في بعض الناس بيقعدوا سحسلة. صحيح. هي بتكون هاي القاعدة أريح بالنسبة له، بس فعليا ما بشوف المضار اللي مثلا إذا قاعد ساتم بقوم أوف ظهري متيبس مش قادر أقوم أتحرك إلا يلين. 100%. على المدى البعيد هاي بتسبب له مشاكل كثيرة. طيب لنرتب أفكارنا، ولأنه الموضوع فعلا مهم ومنتشر جدا. تمام. الأمراض اللي ممكن تصيب العمود الفقري، حكينا ديسك، حكينا تقوس الأكتاف، في أشياء تانية ممكن تسببها ولا هي هاي من الأمراض الرئيسية؟ هلا لا، في أشياء كثير يعني بتسبب لمشاكل. حكينا وزن زايد. لا مش الأسباب، الأمراض يعني الأمراض اللي تتشخص. كأمراض هلأ في أمراض كثير كثير للعمود الفقري. نعم. منها بيجي خلقي وراثي، يعني هو بيجي مثلا مخلوق هيك في مشكلة بالسباين عنده يا اتسلف، في مشاكل مثلا خلينا نحكي ثانية الديسكات، خلينا نتطلق عنها اللي هي أغلب الشعب في عنده ديسك، يا أما ديسك رقبي يا أما ديسك ظهر. عرفت علي؟ هلأ الديسكات في مثلا كثير بنسمع انه في بداية ديسك، في بداية ديسك. طب ايش هو الديسك اصلا؟ عرفت علي؟ الديسك هو عبارة عن قرص غضروفي بيجي بكون بين الفقرات، تمام؟ نعم. هلأ هو عبارة عن انه بصير فيه خروج او بروز للخارج، المادة نفسها اللي جوا بتطلع شوي لبرا، هاي بتسبب بداية ديسك. هلأ خلينا نحكي كاستجابة مناعية للجسم بصير فيه تشنجات عضلية على حوالين العمود الفقري، هاي العمود الفقري خلينا نحكي. نعم. هون في تشنجات عضلية بصير للعضلات الموازية للعمود الفقري، وهون هي الديسكات هاي، هون بصير في خروج كبروز كبداية ديسك. عرفت علي؟ هلا هذه تم السكوت عنها 100%. هاي الأحمر باعتبار انه هو خروج الديسك، طلع من مكان جزء. طلع جزء من مكانه، تمام؟ هلا هذا احيانا بسكتوا عنه، بداية الديسك خالص مشكله، الدكتور مثلا بروح بوصف ادويه للمريض، امشي عليها وانتبه على قاعدتك كمثال، ما بوصف له طريقه الجلوس السليمه، او هو مثلا بوصف له اياها بس ما بمشي عليها. بسكت لقدام بصير في شيء اسمه degenerative changes، يعني تغيرات في التكوين العظمي خلينا نحكي. بصير في بنتقل من ستيج 1، الديسك بنتقل من ستيج 1 لستيج 2 وستيج 3، هون بصير في ضغط على الاعصاب و هي من المشاكل كمان خلينا نحكي اللي انا بشوفها. نعم. عرفت علي؟ غير عن ازاحه العمود الفقري نتيجه طريقه الحمل الخاطئه بتصير. يعني باختصار دائما هلا كل مرض بالدنيا اذا الواحد تغاضى عنه بالبدايه وما راجع دكتور تكون المشكله بسيطه، يمكن حلها بسيط، بعديها بصير المشكله اكبر. 100%. طب متى ممكن نوصل لمرحله يكون بدها عمليه؟ تمام. هلا مثلا في بعض الستيج من الديسكات، خلينا نحكي عن اخر مرحله من الديسك، احنا بنسميه ديسك سيكوستريشن، يعني فتق الديسك وخروج المكونات من داخله. نعم. للخارج. هلا هون في بصير مثلا ضغط على الاعصاب، ضغط بشكل كبير لدرجه انه بتاذى العصب منها وبيلتهب وبصير في اريتيشن، تهيج، وبصير مثلا في ضغط على النخاع الشوكي نفسه. عرفت علي؟ هون دور العلاج الطبيعي خلينا نحكي محدود، لانه المريض نفسه ما لحق حاله وراح على العلاج الطبيعي قبل هيك، بصير دور العلاج الطبيعي محدود. هون بيلزم التدخل الجراحي، بس يصير في عملية مثلا للديسك، هون برجع بعديها دور العلاج الطبيعي عندي. عرفت كيف؟ يعني العلاج الطبيعي هو يشكل جزء كبير من منظومة الصحية المهم. للأسف كثير من الناس بتفكروا أنه مساج أعشاب نام على الأرض والطق هو عبارة، هذا مش إشي يوصف العلاج الطبيعي. عرفت علي؟ العلاج الطبيعي إشي أكبر من هيك وأشمل من هيك. 100%. على موضوع ثقافة الناس بهذا المجال، أنا بهمني هون أحكي
هل ترى وبكل صراحة في توافق بينكم بين أطباء العظام وهي التخصصات يعني وبعضهم ما بدنا نعمم لأنه الثقافة تبدأ من عندهم، المريض يبدأ من عند الطبيب يفترض، صحيح. هل بيتم التحويل عليكم ولا كما نشهد وهذا الشيء أنا شفته شخصيا أنه أحد الحلول السريعة والسهلة عند بعض الأطباء عملية ديسك عملية، في دور العلاج الطبيعي أكيد وهو تخصص ما نوجد برضو بالجامعات من لا شيء، صح. هون بهمنا نعزز ثقافته، بدي تحكي لنا عن أهميته وجاوبني بصراحة، هل ترى أنه في ترابط بينكم وبين الطبيب من وين جاي الخلل؟ أوكي، هلأ العلاج الطبيعي هو تخصص قديم جدا، تمام، نوجد بالبداية من عند عصر الفراعنة، خلينا نحكي كان في رسومات منقوشة بتدل أنه هون في علاج طبيعي، في فيزيوثيرابي، جميل، سواء بالعلاج اليدوي علاج كهربائي، هون بعدها تطورت العصور، تطورت الأزمان وتطورت الأجهزة. هلا الدكاترة العظام صدقا في من جديد بلش كثير وعي عن العلاج الطبيعي بعد ما شافوا مثلا ايش الحالات اللي بترجع لهم، انه مثلا روح يلا جرب العلاج الطبيعي، هو مش مقتنع فيه تمام، وهو متاكد انه مثلا المريض بده عمليه، بيجي عند المريض بعالجه بشخصه كل شيء تمام وبتحسن، لما يرجع المريض عند الدكتور هون نفس الدكتور انا بقنعه بالمريض تبعه ان فعليا انت بأهمية دورك تحسن المريض وبطل يحتاج عملية. في بعض الدكاترة خلينا نحكي انه مش مقتنعين، مش انه مش مقتنعين في العلاج الطبيعي، خلينا نحكي انه فعليا الدكتور ما بيشوف مثلا بعض الدكاترة ما بيشوفوا الا منحنى واحد اللي هو مقص ومشرط، صحيح. هو خلص انا شايف هذا حل، عرفت كيف؟ في اشياء بعض السهل الممتنع خلينا نحكي فيها انه ما بيشوف العلاج الطبيعي هو له دور كبير الا لما يشوف نتائج العلاج الطبيعي على مرضى نفسهم. جميل جميل، يعني العلاج الطبيعي دوره مهم ولازم يتعمم عند أطباء هذا التخصص. مع تطور كمان عم بتطلع هيك بالفترة الأخيرة عن جراحة المنظار، وفعلا برضو صارت في ليفل عالي بالعمليات كيب. اللي كيب. تنجح وسهلت علينا دورنا في العلاج الطبيعي. حلو جميل، يعني عملية المنظار غير عن عملية مثلا نفتح البطوله. طب هلا في أشخاص زي ما احنا حكينا قبل شوي في عندهم عامل وراثي، وإحنا يمكن 90% من الأردن عنا عامل وراثي مشاكل بالعمود الفقري، كيف بقدر أنا بالبداية أعمل وقاية قبل ما تصير في عندي أنا مشاكل بالعمود الفقري وبعديها يصير في عندي ديسك؟ تمام، هلأ كطرق وقاية إذا بدنا نيجي نحكي عن الوقاية بدنا نطلع على الأسباب المؤدية لهذه المشاكل، إيش هي الأسباب؟ نمط الحياة خاطئ إكس بنعدله، بنحطه مثلا صح، بنحط مثلا محفظة الجيب بنحطها بالجيب الخلفي بنشيلها، طريقة الجلوس ما كانت سليمة بنعدلها بزاوية 90، ظهرنا مسنود، ولازم يكون مستوى الحوض الليفل، هذا للأسف العفش العربي عندنا إياه مش مساعد في هذا الدور، مستوى الحوض أعلى من مستوى الركب بدرجة أو درجتين. جميل، طيب أنا بدي بس هيك عشان لضيق الوقت ولأهمية هاي الفقرة بدي نحكي بموضوع أحد الأخطاء الشائعة على الناس اللي بصير معها ديسك أو أي مرض متعلق بالعمود الفقري أنه الراحة التامة تتحركش مثلا، أعتقد أنه هذا مفهوم خاطئ ببعض الحالات، الحركة مطلوبة، بحب توضح لنا عن هذا الموضوع. تمام، هلأ في بعض الناس بيميلوا للراحة أثناء الألم، بيفكروا أنه فعليا مثلا الألم خلص بنحل بالراحة وأنه ما نتحرك، تمام، وخصوصا الناس اللي أعمارهم كبيرة نحكي نعم. عنهم فوق 45 و50 و60، احنا دائما ننصح الناس اللي عندهم مشاكل ديسكات امشي قد ما تقدر، امشي وابعد عن جهاز التريدميل، امشي مشي عادي، امشي اطلع بالشارع وامشي، عرفت علي، البس حذاء رياضي مريح وامشي فيه، عرفت علي. هلا في كمان شغله انه مثلا احنا بنعطي تمارين علاجيه خلال الجلسات، مثلا خلال الجلسة هي فقرات عبارة عن علاج كهربائي، علاج يدوي، وتمارين علاجية، وبعض النصائح المهمة اللي بتفيد المريض. هلأ خلينا نحكي للتمارين العلاجية هو جزء كبير وكثير مهم، وللأسف المريض بهمله، يا إما لأسباب مثلا أنا مش فاضي، مشغول، مش قادر، هو مع أنه ما بأخذ الوقت الكبير من اليوم، عرفت علي، يا إما هو عبارة عن كسل، يا إما هو مش مقتنع فيه، ما في أي مبرر ثالث. خلينا نحكي للتمارين العلاجية هي عبارة عن جزء كبير ومهم، هو بتقوي العضلات، هي بتحسن المدى الحركي، هي فعليا يعني بتخلي الواحد يتحرك، عرفت علي؟ أكيد. ننصح بالسباحة كمان لمرضى الديسك لأنه كثير مفيدة. شكرا لك حسان على نصائحك القيمة والمعلومات المفيدة جدا. الله يسلمك يا رب. شرفتنا. الله يسلمكم.